أعربت إسبانيا عن قلقها من خطة قطر لبناء 150 مسجدا حتى 2020، وذلك لتمويل الدوحة للتنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش الإرهابي. هذا القلق تنامى بعد حادث برشلونة الذي أودى بحياة 13 شخصا فضلا عن إصابة العشرات. وكشفت صحيفة لارثون الإسبانية عن تمويل قطر لمراكز عبادة إسلامية ومساجد في إسبانيا، وتحديدا في إقليم كاتالونيا الذي وقع فيه هجوم برشلونة. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الدوحة تقدم الدعم لدور العبادة عبر رجال أعمال، ما أسفر عن نمو ظاهرة التشدد في إسبانيا.